صباحو، كيفكن؟ شو الأخبار؟ هلا أكيد كلياتكم عم تقولوا كيف صباحو وراكي عتفة. حأشرح لكم. هلا صحيت من النوم، كنت آخذة قيلولة لمدة ساعتين. ليش؟ إذا عم تسألوا، سألتوا ولا ما سألتوا؟ حاسة ما سألتوا، بس أنا حقلكن ليش مع هيك. ليش؟ لأنه اليوم هي طيارتنا على دبي، سو لازم نروح على المطار الساعة 6، والمفروض انه ما ننام قبل الطياره لانه بدي نام على الطياره مشان زبط وقتي على دبي. فاليوم هو اخر يوم لنا بامريكا. هلا الساعه 12 تكنيكلي، ما حنقدر نعمل شيء، بس كثير متحمسه لرجع دبي، وكلياتكم عم تسالوني امتى رجع دبي امتى رجع دبي. اليوم ان شاء الله رجع على دبي، وان شاء الله يا رب نوصل بخير وسلامه. كثير متحمسه، يعني وين يعني شو بدي اقول لكم، على قد ما بنسافر اماكن وعلى قد ما بنروح اماكن، على طول بشتاق لدبي. هيك بحس بيتي، بيتي هنيك، اشتقت لبيتي، بيتي حبيبي هيك صغير كتكوت محلاه. قبل ما نسافر، ايه طنط خلصنا؟ اوكي اوكي سو قبل ما نسافر، اذا انتم نسيتوا انا ما نسيت، اوكي لازم نعمل فحص الدي ان اي، ونبعت نخلي اخته لرامي تبعت لنا اياه بكره الصبح بس نسافر. سو حنعمله سوا. هات لنشوف. بتعرفوا اكتشفت شغله اليوم، انه ثواني لكم، هو يعني اكتشاف فظيع على فكره. اوكي مجرد ما اعمل هالفحص بطل حدا بيقول لي ما حدا بيعرف اصلك وفصلك من وين. لك فعليا عندي ورقه بتقول اصلي وفصلي من وين. والله حدا يقول لي اياها يسترجي، تحط الورقه بعينه شع عوشه. هاتوا لنشوف. اوكي هلا معنا الكيت. الله شغلات دكاتره اكيد ما الي فيها بالمره. واو مشان هيك ما صرت دكتوره. اوكي يا جماعه سو انا بلشت بالكيت وعم عملت الاكونت لحتى اعمل التست، بس في شغلات ما عجبتني، زيرو خصوصيه اكتشفت، عم يخلوني اوافق على شغلات كتير شوي جديه، يعني لدرجه انه الدي ان اي الخاص فيني معهم هنن يتحكموا فيه، بصير لهم يعني. سو ما بعرف اذا في خصوصيه، ما في خصوصيه ابدا. صار لي يومين، صار لي اسبوع عادي اقول لهم دي ان اي واصلي وفصلي، ولا بعرف اعرف انا من وين. خدي رايهم شوفي اذا لازم ما بعرف. نعمل تست يعني ولا. شو بدي اقول لكم، انه هن معهم الداتا تبعيت الدي ان اي اللي هي لالي، فيهم يبيعوها لشركات، فيهم يبيعوها لشركات، فيهم يخلقوا نارين جديدة من الدي ان اي. لا لا اوكي سو اللي حيصير انه رح اخذ وقتي في التأني السلام بالعجل الندامة، صح؟ صح صح. رح اخذ معي الكيت على دبي وافكر فيها على الطريق، وبس اوصل افكر فيها وانام وافيق وافكر، بعدين باخذ قرار. بعدين فكري كمان وبعدين فكري. بعدين بقرر. خلص رح اخذها على دبي وبنعمل لها شيبينج من هنيك. اوكي سو طالعين نتعشى، وهذا هو لوك اليوم. اكتشفت اكتشاف انه قديش الشتا بيلبق لي، كثير الشتا بيلبق لي، يعني مستحيل، يمكن اكثر انسان الشتا بيلبق، بعرف انسق واعمل لوكات شتويه وانه البنت البردانه الاكابر الهيك الكيوت. المهم خلونا نقدر التسريحه. هلا صح انتم شايفين انه ضاب شعري، بس عامله اجواء بشعري، يعني اذا بعمل هيك حاله اغماء، شوفوا عاملة أجواء، شوفوا يعني مو معقول، مو معقول الأجواء. شعري ما شاء الله طولان، عم بستخدم زيت الأفعى السوداء، لبسة حلوة. بس خبروني شو رأيكم باللوك، رايحين نتعشى وحاطة لبستك أحمر.